لاخر زيانه واحد البلان وقع ليا فاش كنت جيت لهنا الميريكان. سلام ليلى. كنت جيت الميريكان هنايا وشو لا كالاخت انا جبت معايا واحد الحمد لله وقعد لي السيمانه الاولى ما يعني ماشي ديما. جيت لهنا الميريكان شنو درت؟ اول حاجه كنقاد سيفي ميريكاني ومشيت وكندير كان امبريمي ومشيت وكايا واول واحد ابليت له هي ريستورا. من موراها مشيت كان ابلي الستور وداكشي وكنعطيهم سيفي. ودابا تخيل معايا كنت كنوصل عند ديك اللي كتخدم في البيرو ولا فشي لعبه كنعطيها سيفي كتقول لي او هذا ريزومي وكدير واحد النظره في وجهها بحال بشكل. وقلت لها قالت لي او علاش تدبتي راه تنسي دخل غير اونلاين وراه كاين تمايا ديك البلاصه المهن وابلي تما يعني كتلقى ابلي. علاش جيتي حتى لهنا وجبتي السيفي وكذا وانا غادي وجايب معمر السيفيات وكايا وغادي كنفرقهم صافي. وا رب العالي يا صاحبي لشوا جبت واحد العاجه من العالم الثالث وجايبه للعالم الاول. وهنا اي حاجه اي ستور واش شي بلومبي الا كان جا عندك يخدم لك في الدار عنده السيت ديالو وبلومبي. شي تريسي الا جا عندك للدار عنده الموقع ديالو ماشي خاصك تصوني عليه فلان ما كتجاو نو دخل الايميل ديالو. ودابا تخيل معايا شوف على عقليه جبنا كي ولكن فاش جيت انا في الاول راه ما كانش الصات الانستغرام وتيقولك مثلا باللي لا ما تصاوبش سي في ما ديرش هادي لا ما تخدمش في ريستورام. راه فاش جيت انا في هذوك الايام 2019 راه ما كانش الصات اللي كيعطينا هاد المعلومات اللي كنقول لك نتايا راه ما كاينش وما كاينش اللي كيدير اللايفات كاع كاينش. هادشي اللي تنعاود لكم راه يلا اكتشفنا ويلا. من بعد فاش بديت كنقول علاش انا كنسخن حمق راسي صافي مشيت تما كنابلي اونلاين وعاد بلو كيصونيو عليا وكذا. في المغرب عندنا ديك العقليه ديال لا خاصك تصاوب سي في خاصك شي تحطو وتسنى عاوتاني يصيفطوه للقلاي وتولي ترجع الشهر الجاي وحط سي في جديد يعني تطلع ديك الطلعه ديال من البيرو ديال السيفيات اللي غيعطيوها المدشي اللي غيقدر يصوني عليها يعني فهمتيني. اما حنا السيفيات ديالنا ديما كنشوفوهم في القلاي وداك الشيء سوا هذاك الشيء ما خدامش هنايا لانه ما عندهمش القلاي هنا. الدول اللي ما فيهاش القلاي ما كتلقاش ما كيبغيوش السيفيات كيقولوا لك سير ابلي اونلاين. الدول اللي يكون فيهم القلاي وفيهم الحانوت هذاك هو اللي كتلقاهم فيهم السيفيات بزاف. وهذه واحد الحاجه اللي هذه وهذه مؤكده كاع البلدان اللي كتلقى الوراق كيتشايروا بزاف يعني كتمشي تعطي السيفي وكتلقى القلاي وداك الشيء كتلقى دول مازال ما وصلاش لهذيك الدول ديال تخلص اونلاين تخلص بلا كارت. سو الا مشيتي لاوروبا ودرتي وما لقيتيش مول الزريعه وما لقيتيش مول الحانوت عرف السيفي كيتصيفط اونلاين. الا مشيتي شي دوله لقيتي فيها يعني حانوت صغير وكيعبر بالكاغيط ويعطيك شويه السودانيه في الكاغيط عرف هذيك يعني مازالين كيمشيو بالسيفي. هذه والله الا هذا واحد استراتيجيه اللي ولات من هنا لقدام يعني واحد النهار اللي ما غيبقاش داك الشيء عرف بلي راه السيفيات غيوليو يتصيفطوا اونلاين. مصاب البلدي حق الرب والله الا الحقيقه بالرب لاحظتي ولا لا؟ ما عندناش حنا القلاي وداك الشيء ديال السي في. شكرا خويا السي في سيو شعل على الباج. يا واحد الجو زوينه الاخوان. خويا مولاي يوسف ماشي كنقول لك قال لك اسيدي انت كتقول هاد الهضره حيتاش عندك تجربه في امريكا ما جاي اول مره صعيب. خويا العزيز يوسف كلشي دابا كاين في الانترنت. شوف كتبي سفيان جدي في يوتيوب ولا في فيسبوك غيخرجوك على الريمه ديال اللايفات ديالي فيديوهات ديالي كيحطوهم الناس على الجد. راه طلعت ماشي دري بنت استاذ دكتور دونتيست بيلوت محامي طلعت مسؤول طلعت برلماني او طلعت كلشي طلعت اجودانا طلعت انجينيور طلعت وطلعتهم كاملين كلشي يعني ضروري غتلقى الفئه ديالك تما عندي في لايف وكنهضروا على كيفاش تجي وشنو دير الى اخره يعني ما كاين لاش تمشي عند بنادم. ولكن المغرب شويه بشويه كيتطور. لا كيتطور الحمد لله تطور وما راه الحمد لله المغرب الاخوان راه تزاد ثلاثه نقاط راه كان 123 في الترتيب ديال التنميه البشريه الحمد لله
كان 123 يعني كان سابق دولة وحيدة في التنمية البشرية. الحمد لله دابا راه زدنا ثلاثة ديال النقاط. راه داك شنو داك الناطق الرسمي ما عرفتش سميتو ديال الحكومة المغربية قال لكم باللي راه هذا إنجاز كبير، راه 20 عام وحنايا واقفين في 123 في التنمية البشرية. فالحمد لله زدنا ثلاثة النقاط، يعني دابا ولينا سيدي شوف هز راسك عالي وقول أنا مغربي، والحمد لله زدنا ثلاثة النقاط وأصبحنا المرتبة 120 الحمد لله، يعني زايدين على الأخراني بواحد جوج بلايص الحمد لله الحمد لله. ثلاثة النقاط 120. أجي نشوفوا ميري كانش من مرتبة في التنمية البشرية. No, this is a big day. أتير إخوان رزنا ثلاثة النقاط الساط، راه ما سهلاش، راه إنجاز صعيب، راه داك الناطق الرسمي ديالكم الحكومة قالها. USA والله إلا غنبكي بقوة الفخر وحق الرب بغي ديالي. واش عمركم سولتوا الإخوان علاش شنو هي التنمية البشرية؟ علاش شنو هي التنمية؟ علاش الدول كيحطوا؟ علاش مثلا دابا ليبيا، تخيل معايا ليبيا الساط، ليبيا عندها الحروبات، ما عندهمش الخبز، الجوع والقهر، شكون اللي غيعيش في ليبيا؟ المغرب حسن منا، ولكن ليبيا تخيل معايا هي 90 في العالم، المرتبة 90. واجي نقول لكم وين ولا واحد دولة أخرى باكستان سميتو؟ وتا راه ما عندهم المجاعة عندهم، وفي شي بلاصة 70، ما فهمتش أنا المغرب 120. ولكن خاصكم تعرفوا الإخوان، راه الأسباب علاش كتخلي التنمية البشرية للمغرب ما كتزادش. هما الدخل تيكونوا الاسباب هذه علميا، انا راه ماشي ضحك ولا شي، فاش كيكون تيكون معدل الدخل ضعيف في ديك الدوله، ومثلا كيكون التعليم ضعيف، وكتكون المجال الطبي وداكشي ضعيف، هذوك هما اللي كيهبطوا الدوله لتحت. واش انت طاكوس كيدير ب 50 درهم في المغرب وبنادم كيخدم نهار كامل ب 70 درهم؟ وفهم فهمت السطا، فين عمرك شي دوله في العالم كتخدم نهار كامل باش يلا تشري ساندويتش؟ راه هادي ما كايناش في الصومال هاد. راه زدنا ثلاثة النقاط الاخوان. داك النهار راه عرفتي ديك النهار راه البكا بكيت بقوة الفرحة، راه البكا بكيت. شيت اوكي. الاولى سيدي هي سويسرا، انا بطل تحت. المهم الدول اللي وراك عارف الدول الاولين، اجي نشوفو لتحت. شوف الاخوان عرفتي شوف عين شوف والله حتى قلبكم كاميرا، هذا الشيء راه كيبكي الاخوان ما كيضحكش. شوف الاخوان شوف الحمد لله المغرب غينظم كاس العالم، المغرب احسن دوله في العالم ضد في الاديان. شو غلب طول تاع شو شحال من دوله شو هبط نطلع واحد شويه الفوق. فينك يا المغرب؟ فينك هادو الدول هادو ما كاينينش اصلا حتى في الخريطه. والمغرب طلع شو نجمة خضراء، نجمة خضراء المغرب طلع 121، قلك 120 ورا 121. اجي نشوفو شنو نشوفو فايت غينيا والعراق. الحمد لله الاخوان الله يعز المغرب، والله الا المغرب احسن بلاد في العالم الحمد لله الاخوان. المهم المغرب فايت ساو تومي وبرينسيب كيريباتي بنغلاديش، ورا فايت الهند الاخوان اصلا في هذوك الفيديوهات ديال اللي في الهند الماكله هذوك راه هما اللي هبطوا. ناميبيا بوتان، فين جات بوتان هذه؟ نيكاراغوا الراس الاخضر الحمد لله المغرب كتبقى اجمل بلاد في